من أهم عوامل تطوير الذات هي مواجهة عيوبها. الإنسان لما يعرف إيش اللي قاعد يميزه وإيش اللي ممكن تكون عيوب في شخصيته، ما راح يعرف كيف يتعامل مع الناس ولا راح ينجح اجتماعيا. عشان كذا زميلنا مبارك الكويك بيسأل الناس، بيقول رأيك إيش الصفة اللي أنت تكرهها في نفسك. خلونا نسمع إيش جاوبه ونرجع لكم. أني عاطفية بزيادة، ما أدري صراحة، ما لها حل أحس، لأنها تكون شخص يعني شيء بالشخص نفسه يعني. الدخان يضر الصحة طبعاً، والله يحمينا وإياكم من كل شر إن شاء الله. الصفة كرهها في نفسي البرود، برود الزايد وعدم انتظام المواعيد عندي، هذه ترى صراحة مسببت لي أزمة. صرف أموال وراحت فلوس على الفاضي. حاول أركز إني أشتري الأشياء المهمة والأشياء اللي مهمة أتركها. إن بعض الأحيان أعطي الشخص الغلط الثقة الكاملة وأندم على ذلك، بس مو مشكلة يعني أتعلم من الغلط، يعني الغلط وارد، كل الإنسان مو معصوم على الغلط. حلو الواحد ده لما يكتشف أخطاءه كده ويشوفها ويقيمها ويراجع نفسه، مو مشكلة الواحد يغلط، المشكلة الواحد إنه يعيد نفس الغلط. أنت شوفي بس القاعدة حقتي وتعرفين إيش وضعي يعني. إيش وضعك؟ اكتشفت إنه عندي أشياء كثيرة مرة يعني ما أقدر أقولها في الحلقة. صفات كثير تكرهيها في نفسك. مرة كثير. عادي قولي. شوي وصيح أنا. طب قولي يمكن. لا يا أختي ليش إذا قلتها بنحلها؟ نحلها بالضبط يعني، ممكن تكون ما هي صفة سيئة. شوفي أنا دائما أقول أنا أحب لما أنا أعترف بأشيائي، أعترف إذا بعترف فيها وبتكلم فيها أتكلم فيها عند شخص ممكن يحلها لي ويعالجها لي، عشان تعتبر يعني فضايح أسرار لي، عرفتي؟ فما راح أقدر أقولها، بس في أشياء سمي ممكن نستفيد يعني، زي اللي قال البرود، ترى البرود دي ممكن ما تكون صفة سيئة، بالعكس ممكن البرود تكون صفة سيئة جيدة. بالعكس تكون البرود شيء مرة حلو يعني، تخيلي أنت باردة صح، تقوم الدنيا تقعد وانت اعصابك نفسيتك صح، ما تشيبين على طول، ما يكبر الواحد بالعمر على طول، بينما الواحد كان حار 25 طق الشيب وانتهى وضعه. انت وش الصفات اللي فيك يا ريم ما تحبينها؟ استفز بسهوله، مره بسهوله هادت مره وادقق في كل شيء، التفاصيل تتعبني، يعني في حاجه مثلا حتحصل بعد اسبوعين تلاقيني من دحين مشغوله فيها، افكر فيها، ارتب ليها، هذه اشياء مره غلط صراحه يعني، منه ليش يعني، فهذا الشيء اللي المفروض اغيرها في نفسي. في صفه كمان ما اكرهها في نفسي هي قد تكون السذاجه، يعني ما عندي الدهاء. هذا جايريم ابدا، لا ما عندي الدهاء اللي هو يعني ممكن اصدق اي شيء تقولي وانت تكوني مثلا خططة علي او انه غرضك حاجة تانية وانا اكون اخذ هذا الموضوع، وبعدين انا لما افكر فيها استوعب انه لا ترى كان واضح انه القصد حاجة تانية. طب حلو قاعد ترجعين تفكرين، حلو انك انت تراجعين نفسك. والمشكلة تدري اللي مو حلو اني ارجع على نفس الشيء، طب خلينا نغير ده، خلينا احنا نصير كمان من هذا الدهاء وهذا الذكاء، يعني ان الواحد يكون عنده ذكاء اجتماعي، وهذا الشيء برضو اللي اكرهها في نفسي، يعني تعاملي بسيط مع الناس. هذا شيء غلط انك تتعامل ببساطة، لا بسيط انه في فهم الناس، يعني خلاص اخذ الموضوع زي ما هو، ما افكر فيه انه قد يكون لي ابعاد اخرى يعني، فهذا كمان يعتبر من الاشياء اللي ما ينفع في الزمان هذا يعني، لانه الناس ما هم زي كذا او الواقع ما هو زي كذا خلينا نقول يعني. يمكن انا اكثر شيء متعبني الفترة الحالية والفترة اللي قبل من 3 شهور احسها مرة تغيرت في شخصيتي، التحليل الزايد. التحليل نعم. يعني اي احد يكلمني احلل صح، ليش هو كلمني وفي هذا الوقت كلمني وارسل لي مسج، لدرجة اني صايرة ما احب افتح مسجات، ما احب ادخل واتساب، صايرة اميل اكثر للانعزال. بس شوفي التحليل صح، لانه حتى لا تقعي في السذاجه واشك في كل احد حولي. ما هذا صح، انا اشوفه كل احد حولي انا قاعده اشك فيه، ايش ليش بيتواصل معايا، ايش في ممكن يفيدها او يفيده معايا، عرفتي؟ غلط، ممكن وحده تبغى غلط، لا ممكن مثلا وحده يعني عادي يعني بتقول هاي اهلا وسهلا اودي يعني ودنا نجتمع مع بعض، نجتمع، ليش تبغى تجتمع، ايش في عندي بيفيدها؟ الا صح، احنا الان في وقت الواحد لازم انه يتعامل زي كده، انه يحلل كل كلام الناس وطلبات الناس منه وتواصل الناس معاه، ويفكر طب هو ليش بيتواصل معايا، هل هو بهذه البراءه، هل هو لمجرد التواصل والمعرفه، ولا هناك اغراض اخرى، بالذات في وضعنا احنا يا ودي. صح، فلا انا اشوف انه انت معاكي حق، حتى انك لا تقعي في انك تكوني ساذجه وتستغلي بشكل او باخر، وتجيكي لحظات الحرص هذا والشكك والخوف فجاه سبحان الله يروح وتطيحين في مصيبه. ايوه بثبت انك انت
ما تابعتي نفسك، ما رجعتي لعادتك الأساسية اللي هي الشك والحرص الزايد. أنا أتفق. تريكي لحظة تقولين لا خلاص ما ودي أنا أصير حريصة، ليش أصير حريصة بزيادة يعني؟ والله الحياة حلوة، والله الدنيا، والله الناس طيبين وحلوين، وتتنازلين عن هذا المبدأ وتطيحين في شيء ما لم يحمد عقباها. الحياة حلوة، نعيشها ببساطة، بكل بساطة. عموما فاصل قصير ورجعين. بعد الفاصل أول معلقة سعودية لسباقات الهجن تتحدث لسيدتي.